الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، صل على حبيبك محمد وآله، وبك نضرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك. نسألك يا ربنا في يومنا هذا فرجا قريبا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك ربنا تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس، ونسألك ربنا الدرجات العليا من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين 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 يا رب العالمين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع الرحلة القرآنية المباركة، وصلنا إلى وجه رقم 393، وما زلنا مع سورة القصص. وهذه الآيات الكريمة التي معنا الآن فيها مقارنة بين فناء متاع الحياة الدنيا وبقاء نعيم الآخرة، وفيها كذلك حوارات من يوم القيامة أو مشاهد من يوم القيامة عن حال هؤلاء الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى عندما يسألهم الله عز وجل أين شركاؤكم. كما أن في هذه الآية الكريمة استفاء الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده، وهو صاحب الحكم المطلق والأمر، وإليه مرجع الخلق أجمعين. وفيها تذكير الإنسان بضعفه وبنعم الله تبارك وتعالى عليه. قال تبارك وتعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. لما اعتذر المشركون عن اتباع الحق بما يلاقونه من مصاعب الحرب وانقطاع التجارة، أجابهم الله عز وجل بقوله: وما أعطاكم ربكم من شيء فهو مما تتمتعون به وتتزينون في الحياة الدنيا ثم يفنى، وما عند الله من الثواب العظيم في الآخرة خير وأبقى مما في الدنيا من متاع وزينة، أفلا تعقلون ذلك فتؤثروا ما هو باق على ما هو فان. فهذه الآية الكريمة فيها أن العاقل هو من يؤثر الباقي على الفاني. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، وكان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين وما يوقد في بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار، إنما هما الأسودان التمر والماء. فهذه الدنيا. وإن شئت يعني أن ترى مثلا ضربه الله تبارك وتعالى وهو من أوضح الأمثلة في كتاب الله تبارك وتعالى لهذه الدنيا، قال الله جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فهذه الدنيا، هذه الدنيا: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فالعاقل والفطن هو الذي يفكر في أمور هذه الدنيا، زي ما احنا شايفين كده في كل يوم بنسمع: انتقل إلى رحمة الله عز وجل فلان، يرحل عن عالمنا إلى عالم الآخرة، إلى البرزخ الفصل بين الدنيا والآخرة. وكل واحد بيجي الدور، احنا النهاردة بنسمع وممكن بيصعب علينا ونقول الله يرحمه والكلام ده، وعجب من ميت يحزن على ميت والسلام. هم أموات ماتوا وإحنا كذلك، يعني هم السابقون وإحنا كذلك بهم لاحقون. زي كنت لما بتدخل المقابر بتحية المقابر السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإن شاء الله بكم لاحقون.
أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يعني أفمن وعدناه في الآخرة الجنة وما فيها من نعيم مقيم كمن أعطيناه ما يتمتع به من مال وزينة في الحياة الدنيا ثم يكون يوم القيامة من المحضرين إلى نار جهنم. يا رب سلم، اللهم أجرنا من النار. قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. يعني هذا مشهد من مشاهد الآخرة، من مشاهد يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. يعني يوم ينادي ربنا تبارك وتعالى قائلا: أين شركائي الذين كنتم تعبدونهم من دوني وتزعمون أنهم شركائي، يلي كنتوا بتعبدوا البدوي أو الدسوكي أو الحسين من دون الله عز وجل. هذا شرك، شرك يعني أكبر، وقد يكون شرك يعني أصغر إذا كان الإنسان يفعل ذلك إيه جاهلا. فهذا مشهد من مشاهد يوم القيامة. الإجابة هتكون إيه؟ قال الذين حق عليهم القول: ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. دي الإجابة بتاعتهم. يعني قال الذين وجب عليهم العذاب من الدعاة إلى الكفر: ربنا هؤلاء الذين أضللناهم كما ضللنا نتبرأ إليك منهم، ما كانوا يعبدوننا وإنما كانوا يعبدون الشياطين. والآية ديت زيها هناك في سورة البقرة: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة، يعني رجعة، نرجع تاني الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا رب سلم. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. يعني قيل لهم: نادوا شركاءكم لينقذوكم مما أنتم فيه من الخزي، فنادوا شركاءهم فلم يستجيبوا لندائهم وشاهدوا العذاب الذي أعده الله عز وجل لهم. فودوا لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق. قال تبارك وتعالى عن هذا المشهد الآخر: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. يعني ينادي ربنا تبارك وتعالى قائلا: ماذا أجبتم به رسلي الذين بعثتهم إليكم. حالك إيه مع سماع كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ بتسمع كلام النبي وتعمل به، ولا بتسمع كلام النبي وبتنحيه كده جانبا تقول يا أصلحنا يعني ما ينفعش دلوقتي نطبق كلام النبي، أو كلام النبي مش متماشي مع العصر بتاعنا دلوقتي، أو الكلام ده طبعا ده كلام يعني مشكلة كبيرة في عدم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. يعني فخفي عليهم ما يحتجون به فلم يذكروا شيئا، ولا يسأل بعضهم بعضا لما هم فيه من هول الصدمة بسبب ما أيقنوا أنهم صائرون إليه من العذاب. ثم يفتح الله تبارك وتعالى باب التوبة أمام الذين أشركوا بالله عز وجل، أمام الذين لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. يعني فأما من تاب من هؤلاء المشركين من كفره وآمن بالله ورسله وعمل عملا صالحا فعسى أن يكون من الفائزين بما يطلبون النجين مما يرهبون. خلي بالك دايما التوبة وراها ايه؟ عمل صالح. ما فيش حاجة اسمها واحد تاب الى الله عز وجل هو لسه الحال على ما هو عليه، يبقى او تاب مثلا عن معصية معينة وقف عن هذه المعصية بيعملهاش، بس هو لسه ما قربش ربنا، لسه يعني ايه لسه ما بيصليش، لسه ما الكلام، يبقى دي مشكلة. يبقى فاما من تاب رقم واحد، اتنين وآمن، تلاتة وعمل صالحا، يبقى عمل، العمل يتبع الايه؟ يتبع الايمان ويتبع التوبة. فعسى ان يكون من المفلحين.
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. يعني ربك أيها الرسول يخلق ما يشاء أن يخلقه، ويصطفي من يشاء لطاعته ونبوته سبحانه جل وعلا. ليس المشركين الاختيار حتى يعترضوا على الله، تنزه الله سبحانه وتعالى وتقدس عما يعبدون معه من الشركاء. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، يعني سبحانه جل وعلا يعلم ما تخفي صدورهم وما يعلنونه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيهم عليه. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. يعني هو الله سبحانه وتعالى لا معبود بحق غيره، له وحده الحمد في الدنيا، وله الحمد في الآخرة، وله القضاء النافذ الذي لا مرد له، وإليه وحده سبحانه جل وعلا ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. هذه الآية الكريمة فيها رقم واحد أن العاقل هو من يؤثر الباقي على الفاني. أنا دايما كده مع كل صباح أفكر كده في أعمال الأخيرة، أبدأ بأعمال الأخيرة الأول، عشان أعمال الأخيرة دي اللي هتنفعني. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة أي خير وأبقى. أشوف الجدول بتاعي على مدار اليوم، عندي النهاردة مثلا صيام مثلا نوافل، عندي مثلا صلة أرحام، طب في جنازة، سمعت إن في جنازة في المسجد العمري، أذهب أصلي الجنازة. أعرف إن في مريض مثلا في المنطقة أو في منطقة معينة، أذهب لزيارة هذا المريض. في وردة تلاوة، في حفظ قرآن عليا، في واجب تدبر، في مجلس ذكر، مجلس تدبر قرآن الكريم. يبقى ده جدولي الخاص بأمور الأخير. جدول الدنيا بقى ده برضو شيء، يعني أنت بتعف نفسك عن السؤال وعن الحاجة إلى الناس، ده برضو شيء مطلوب، بس نقدم من فيهم الأخيرة مقدمة على أمور الإيه؟ على أمور الدنيا. رقم اتنين، التوبة تجب ما قبلها. الإنسان لما بيتوب الحسنات بتاعته، ربنا تبارك وتعالى يجعل الحسنات تذهب السيئات، وتكون سيئاته كمان تتبدل إيه؟ حسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات. كذلك في هذه الآيات الاختيار لله تبارك وتعالى لعبادي، لا لعبادي، فليس لعبادي أن يعترضوا عليه سبحانه جل وعلا. كذلك في هذه الآيات إحاطة علم الله عز وجل بما ظهر وما خفي من أعمال عباد. وكده نكون انتهينا من هذه الآيات الكريمة، ويبقى العمل بما علمنا من هذه الآيات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم آمين 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 يا رب العالمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.